بذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، قبله نشاهد أيضا هذا اللقاء الخاص مع اللاعب المميز علي معلول. كابتن مساء الخير، اخبارك؟ عايشك عايشك برشا. الف مبروك البطوله كابتن. الله يبارك فيك. شو تعني لك البطوله هي؟ البطوله بالنسبه لي اهم بطوله في المسيره متاعي، خصوصا مع النادي الاهلي اللي البطوله غايبه عليه من 7 سنوات، والحظ اللي كان مش معايا في النهائيين اللي قبلها ما كنتش موجود. انت ما كنت موجود، كنت مصاب. فالنهائي الثالث بالنسبه لي كان حلم كبير، الحمد لله قدرت اني نلعب المقابله ونكسب اللقب ده. في فتره قصيره علي معلول صار معشوق جمهور الاهلي، كيف وصلت لهالمعزه وهالحب الكبير؟ اول حاجه الحمد لله، يعني انسان يربح حب الجماهير الكبيره نتاع النادي الاهلي، تتكلم في 70 مليون ما شاء الله، يعني حاجه تعني لي الكثير، والحمد لله يعني مش بالسهل ان انت تكسب بحب الجماهير نتاع النادي الاهلي، لكن بالشغل وبالانضباط واخلاقك تخلي الناس هذه تحبك وتعمل لك احترام، والحمد لله يعني الاحترام متبادل ما بيني انا كلاعب وهم كجماهير. ان شاء الله من حسن الى احسن، ويكون دائما عند حسن الظن نتاعهم. 2006 كابتن، يوم اللعب الاهلي مع الصفاقسي، انت كنت وين؟ كنت تشوف المباراه من المدرج ولا؟ المدرج. في المدرج. المدرج. شو كان شعورك وقتها؟ لا، هو الجيل بتاع نادي الصفاقسي في سنه 2006 كان من احسن الاجيال اللي موجوده في تاريخ النادي، يعني عملوا مقابله كبيره في الذهاب مع النادي الاهلي ومقابله العوده، لكن هو سوء الحظ اللي ما كانش موفق في اليوم هذاك، كانت حسره كبيره بالنسبه للشارع الرياضي التونسي الكل، خصوصا جهه صفاقس، لكن هذيك هي كره القدم، كانت حسره كبيره وان شاء الله تتعوض ان شاء الله. علي، تلعب في نادي كبير مثل النادي الاهلي، انت مثل ما قلت 70 80 مليون يشجعوا الفريق، بالاضافه الى مشجعينه في الوطن العربي والافريقي. شو يعني للاعب كره قدم انه يلعب في الاهلي؟ لا، النادي الاهلي فريق بطولات، تاريخ بطولات وتعمل تاريخ، يعني الحمد لله انا في اربع سنوات مع النادي الاهلي حققت 9 بطولات، ولسه مازال فما بطولات اخرين ان شاء الله، لكن اللي يلعب في النادي الاهلي يعرف قيمه البطولات، يعرف انه في فريق اليوم كسب بطولة بكرة يطوي الصفحة وعنده بطولة أخرى، يعني حاجة تخليك يعني تطلع في الليفل، تعدي ليفل تاني مع يعني النظام والسيستم. النظام لا لا، هنا كل حاجة ماشية بمبادئ وفي نظام وفي سيستم معين ما ينفعش تعديه، فكل حاجة ما شاء الله يعني مظبوطة في النادي. وجود رئيس النادي معاكم خاصة في المباريات المهمة، إيه أهمية هالموضوع؟ لا، هو الكابتن محمود الخطيب هو أسطورة من أساطير الكرة المصرية، يعني تاريخ كبير ورمز من رموز الكرة المصرية، رئيس يعني خلافاً على الكرة هو رئيس عنده شخصية، عنده الهيبة بتاعه وعنده احترامه، يعرف يختار التوقيت الصحيح باش يجي يتكلم مع اللاعبين، نعرفه الفترة اللي كانت فيها كلام كثير على رئيس النادي، لكن هو دائما رده يكون بالنسبه للاعبين انه الرد يكون في الميدان، وهذا احسن جواب تنجم تقدمه للعباد اللي تتكلم على كابتن محمود خطيب، هو من الشخصيات المحترمه. انا فرحان ومبسوط اني تعاملت مع رئيس نادي كما كابتن محمود خطيب اللي نهدي له اللقب هذايا بعد السنه اللي تعب فيها برشا، لقينا برشا نقد، لكن هو كان محترم وكان ملتزم، وهذه هي شخصية النادي الأهلي اللي هو يمثلها يعني. وأنت لاعب كبير. الله يخليك. لاعب مميز. الله يخليك. نتمنى لك كل توفيق يا علي. الله يخليك. ربنا يخليك. شكرا لك. شكرا لك. الله يخليك.